اسمحوا لي معلش قبل بس ما نبدأ النهاردة حلقتنا، لأن في كام كلمة كده محتاجة أن أنا أتكلم مع حضراتكم فيها، وعايزين نعلق على موضوع أعتقد في غاية الأهمية وحاجة ملحوظة بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة تحديدا. فكرة هنا الحملات الإلكترونية اللي عمالة تشتغل بشكل كبير جدا، وعمالة تشتغل وتحاول أن هي تصدر لك فكرة زعل الجماهير، جماهير الأهلي هنا أنا بتكلم من نتائج الفريق. الحملات دي خليني بس نبتدي كده ونتكلم أن هي بتعمل بوستات بتهاجم فيها لاعبتنا وبشكل كبير جدا، وهحدد الاسماء على فكره كمان. عندك علي معلول بيتم مهاجمته بشكل كبير جدا، الشناوي، محمد هاني وغيرهم وغيرهم من كمان صفحات معموله مجهوله بتحمل مفروض اسم وشعارات النادي الاهلي، ومفروض ان احنا كمان نصدق ان هم دول جماهير النادي الاهلي. واكيد حضراتكم عارفين ان الغرض في الاخر بيكون هو هدم معنويات اللعيبه بتاعتنا. اعتقد الكلام ده لا يمس جماهير النادي الاهلي اللي بتعرف ازاي ان هي تنتقد اللعيبه بتاعتها، بس من غير ما تهاجم، من غير ما تجرح. لكن فكره هنا ان انا اتكلم عن عتاب المحب اكيد بيبقى عشان هو عايزك افضل، وانا اتكلمت في النقطه دي امبارح واتكلمنا فيها الاسبوع اللي فات. لكن لما اجي الاقي صفحات بهذا الشكل، كل اللي هي بتحاول تعمله ان هي تهد بس روح الفريق عندك، فكده الموضوع زاد حقيقي عن حده. ولاعيبتنا او لعيبه الاهلي معودوناش على ده، معودناش كمان ان هم يردوا، هم بيردوا بس في الملعب، فاحنا مش هنلتفت لده، لكن لازم نخلي بالنا. يعني انا عايزه اقول لحضراتكم بس ان انتوا ادخلوا وشوفوا في الصفحات بقى بتاعت الجماهير الحقيقيه دعم الجماهير ازاي، واعتبها على الصفحات الخاصه بالنادي او بالقناه، هتعرفوا الفرق كبير جدا بين جماهير النادي الاهلي الحقيقيين وبين الحملات الممنهجه اللي بتتعمل. قلنا الكلام ده وبرضه هقول لحضراتكم اني هرجع اقوله تاني وتالت، لازم نخلي بالنا، لازم لا ننساق، لان في ناس في الاول في الاخر كل همها دلوقتي ان هي تحطم النادي الاهلي معنويا، وان هي مش بس تحطم النادي الاهلي معنويا من قبل اللعيبه، لا كمان من قبل الجماهير بتاعته. فيا ريت نخلي بالنا يا جماعه، هم دول اصلا مننا ولا مش مننا؟ الناس دي اللي عماله تنتقد وتكسر في اللعيبه من النادي الاهلي اصلا، من جماهير النادي الاهلي ولا لا؟ احنا اتكلمنا في كل الحلقات الاسبوع اللي فات والاسبوع ده كمان عن فكره هنا نبض الشارع، نبض الشارع الاهلاوي، وصلنا او وصل لنا كمان للاعبين ووصلنا رسائل كتيره جدا، وكلنا ثقه. يعني برضو لو هنتكلم عن الجيل بتاعنا ده، الجيل ده واللاعبين دول يعني اعتقد ولازم نؤمن ان هم هيصححوا المسار وهيرجعوا ان شاء الله بشخصيه الاهلي وروح الفانيلا الحمراء سريعا اللي احنا نعرفها. اما فكره الحملات، وانا هسميها حملات مضحكه فعلا، الغرضها فكره هنا هز الثقه بين اللاعبين في نفسهم، وفكره هدم الروح، وفكره ان انت تبقى كجماهير داخل على كل ماتش خاص بالاهلي وكل بطوله خاصه بالاهلي ما عندكش خلاص اي ثقه اصلا في الفريق بتاعك، وداخل بتتفرج وبتقول ربنا يستر وحاجات زي كده. لا ده مش احنا. انا عايز اقول لحضراتكم اللعيبه بتاعتنا لو هنتكلم، معلش دي خدت في سنتين، في سنتين، انا مش بتكلم في 10 سنين، انا بتكلم في سنتين، بتتكلم 2 دوري ابطال افريقيا، 2 سوبر افريقي، 2 برونزيات مونديال الانديه. فالارقام دي لو احنا هنتكلم بلغه ارقام، الارقام دي محدش حضراتكم حققها في يعني في القاره الافريقيه كلها، في القارة الأفريقية كلها مفيش نادي حقق ده. في ناس بتحلم أصلا بلقب قاري بقالها أكتر من 20 سنة، وحضراتكم عارفين أنا بتكلم عن مين، مش عارفين يحققوه. فأعتقد الرسالة كده وصلت، والجماهير جماهير الأهلي قد إيه عارفة إزاي بتقدر إن هي تعاتب اللعيبة وفي نفس الوقت بتدعم. أنت بتعاتب وبتدعم في نفس الوقت، لأن في الأول وفي الآخر أنت بتحب هذا الكيان، مش قصدك أبدا إن أنت تحطم هذا الكيان. مستنيين اللعيبه ان شاء الله ان هي تصالح الجماهير وتسعدهم بلقب الكاس باذن الله بكره، لان ما عندناش بقى خيار تاني. يعني احنا علينا دور وادينا اهو بنتكلم، واحنا كجماهير اكيد لازم نساند، بس على الصعيد التاني احنا منتظرين باذن الله ان برضو اللعيبه بتوعنا يقدروا ان هم يعني يسعدونا بكره. احنا عايزين الكاس يا جماعه، ان شاء الله خير.